بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من كتاب المنتقى شرح أحاديث الصيام. ضيفنا في هذا الدرس شارحا لهذه الأحاديث هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، هذا كما سبق أن الله جل وعلا رخص للمسافر أن يفطر، هذا إذا أتى عليه الصوم وهو في أثناء السفر. أما إذا كان حاضرا لم يسافر فهذا أوجب الله عليه الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فإذا نوى السفر في أثناء اليوم فإنه يصوم لأنه ما زال مقيما فيصوم. فإذا خرج من البلد ومتوجها إلى السفر فإنه حينئذ يفطر، وتبدأ رخص السفر من قصر الصلاة ومن الإفطار في رمضان. أما ما دام في البلد فإنه لا يبدأ في حقه الترخص لأنه ما زال مقيما ما دام في داخل البلد. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق، وذلك في نحر الظهيرة. قال: فعطش الناس وجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس. رواه أحمد. نعم، هذا دليل ما ذكره المصنف في الترجمة في أن من بدأ الصيام قبل سفره ثم سافر في أثناء النهار فإن له أن يفطر إذا خرج من البلد، لأنه يقال سافر إذا خرج من عامر البلد، فتبدأ الرخص لا سيما إذا وجد المشقة في إكمال اليوم هذا فإنه يبادر بالإفطار. فهذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فتح مكة أثناء رمضان وكان صائماً في أول النهار، فلما بلغ العطش بالناس مبلغه ومروا على غدير فإنه صلى الله عليه وسلم أفطر والناس ينظرون إليه فشربوا وأفطروا. فهذا دليل على أن المسافر إذا خرج من البلد فله أن يفطر، لكن ما دام في بيته أو في البلد فإنه يصوم، يبدأ الصيام ولو كان ينوي السفر. نعم. بعض الناس يا فضيلة الشيخ يقول بأن من سافر ولم يفطر حتى وصل البلد الذي سافر إليه وهي ليست بلدته لا يجوز له الفطر. هذا كلام من عند أنفسهم، الله جل وعلا رخص للمسافر أن يفطر وهو أفضل من الصيام، سواء في أثناء السفر والسير أو في البلد الذي سافر إليه، إلا إذا نوى إقامة. إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يأخذ أحكام المقيمين فيتم الصلاة ويصوم في رمضان ولا يفطر لأنه أخذ أحكام المقيمين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر؟ نعم، كما سبق في الباب الذي قبله أن من سافر في أثناء اليوم يعني في رمضان
إنه يصوم ما دام في البلد في بيته يصوم، ولو كان ينوي أنه سيسافر في أثناء هذا اليوم أنه ما زال مقيما، فإذا خرج من البلد له أن يفطر وله أن يتم اليوم، وكونه يتم اليوم هذا أفضل. لكن لو بلغ به مشقة أو عطش شديد فالأفضل أن يفطر، أما إذا قوي على إتمام الصوم فالأفضل أن يتم صيام هذا اليوم الذي بدأه وهو مقيم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته، ثم نظر إلى الناس فقال: المفطرون للصوام أفطروا. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث فيه كما سبق أن الإنسان إذا صام وهو في البلد ثم سافر في أثناء النهار وشق عليه إكمال اليوم فإنه يفطر، وأما إذا لم يشق عليه إكمال اليوم فالأفضل أن يتم يومه. نعم. الشيخ، من يعني نوى السفر هل يحق له الإفطار في بيته؟ لا، هذا كما سبق نشرنا إليه، ما يفطر حتى يخرج من البلد إذا كان صائما، فإنه لا يبدأ الإفطار إلا إذا خرج من البلد، مثل قصر الصلاة ما يبدأ إلا إذا خرج من البلد، أما ما دام في البلد أو في بيته فإنه يأخذ أحكام المقيمين، يتم الصلاة ويبدأ الصيام إذا أدركه السحور وهو في بيته فإنه يبدأ الصيام. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم لنا في هذه الدروس الطيبة المباركة في شرحها من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام ابن تيمية الحراني. شكرا لزميلي الذي رافقني في تسجيل هذه الدروس عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.